هذه قناة المكلا ومنها أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. الزبيدي يطمئن على أحوال جرحى حادثة العند في مستشفيات العاصمة عدن. وكيل أول حضرموت يوجه بصورة عاجلة تلبية الاحتياجات الأساسية لمديرية الريدة وقصعر. الوكيل عبدون يلتقي إدارة مدرسة السيدة سمية للتعليم الأساسي للبنات بمديرية مدينة المكلا. وقفة احتجاجية لعمال مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت للمطالبة باستكمال إجراءات صرف أراضيهم.